أثار اجتماع الغرفة التجارية بأمانة العاصمة مع أصحاب وملاك أفران الخبز استياء واسعا عفوا في أوساط المواطنين، خاصة وأن الاجتماع تضمن إيعاز قيادة الغرفة لأصحاب الأفران برفع سعر رغيف الخبز. إلى التفاصيل. حينما أقرت الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، بادرت الغرفة التجارية بأمانة العاصمة حيث تدار الجرع اللاحقة لكل جرعة حكومية إلى إصدار بيان مطمئن مفاده ألا زيادة في الأسعار. وكان لابد أن يمر أسبوع أو يزيد لتبدأ غرفة الجشعين مكرها في اجتماع مع ملاك أفران المخابز. اقترحت عليهم أو بالأحرى أوعزت إليهم رفع سعر قرص الخبز إلى 20 ريالا، وبوزن يقارب 70 جراما انتشر خبرها في أوساط المواطنين، وهكذا كان رد فعلهم. 75 جرام في 20 ريال. سياسة الغرفة التجارية من الناحية التي تعمل يعني على تحريض التجار، تقول لهم سياسة عدم الرفع، ومن يعني وتجتمع بهم سريا لرفع الأسعار وخاصة سعر الروتي. نعذر غرفة التجارية برفع الأسعار على المواطن، وحذرت الأفران من تزود الأسعار على الروتي. هذا الخبز كان ب10 اليوم ب20. في حضرة رغيف الخبز يقف المواطن اليمني مستفهما معزيا نفسه، ترى ما الذي جعل الغرفة التجارية بأمانة العاصمة أن تدشن به استثمارها المستغل للجرعة الحكومية، مع أنه لا يقوى على ملء معدة طفل رضيع. أما هذا الرجل فيقول أن قرص الخبز أي الروتي يتماهى بين فكيه. كان يشتري بالمئة 8 روتي، الآن 5 أو 6، يعني الواحد قدو زي أبو عودي، يعني الواحد الرغيف لج، والله ما غير لج عندي وعند جهالي لج، يعني أشتري لي ب500 في اليوم روتي. هذا صبوع أمانة، والعشي أشتري لي ب300 روتي، والغداء نفس الخبر، يعني قدو أبو عودي ما عاد روتي. نرجو من الأخوان في الغرفة التجارية ألا يتمادوا في رفع الأسعار مهما كانت الأسباب، لأن هذا كله يزيد من عبء على المواطن. تمام، وهذا لا يجوز، كفى للشعب ظلما وجرا. يوم الأحد الماضي دبرت الغرفة التجارية اجتماعا مع ملاك الأفران، وكان الاجتماع في جوهره رفع سعر الخبز مع زيادة في الوزن، لكن الاجتماع انتهى دون موافقة أصحاب الأفران، ليس رحمة بالمواطنين، بل أن الغرفة فتحت لهم شهية الرفع وبدون زيادة في الوزن. هذا هو المحتمل في قادم الأيام. لا نريد الغرفة التجارية أن تدعم إيش التجار، لأن يعني عندما تدعم التجار يعني باعتبار إيش ظلمة المواطن، والمواطن قد هو في جرعة بعد جرعة، والغرفة التجارية يعني ألغت ما بقى. رأس المال جبان إلا في اليمن، طالما وثمة رؤوس فيه كبست على أنفاس المواطنين وصولا إلى رغيف العيش. محمد النقيب، حصاد السعيده.